نرجع نكفي باقي محطاتنا لليوم، وهلا رح نتوقف فيها مع الابداع السوري اللي تجلى حضوره بمعرض دمشق عبر معرض الباسل للابداع والاختراع. واليوم رح يكون حاضر معنا المنجز الطبي، وللحديث عن هالموضوع معنا الدكتور شادي الخطيب، عضو نقابه سوريا، رئيس اللجنه العلميه والاعلام. صباح الخير دكتور. صباح الخير اختراع. اهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا شادي. اهلا وسهلا فيكم يا اختراع. دكتور خبرنا كيف كان يوم امس وافتتاح معرض الباسل للابداع والاختراع؟ الحقيقة كان يوم مميز جدا، الحقيقة يعني لفتة كثير حلوة انه يكون في معرض مرافق لمعرض دمشق الدولي خاص ب يعني المخترعات والابداعات السورية. طبعا معرض الباسل هو معرض عريق يعني بصير بشكل سنوي، وبضم كل الاشخاص اللي عندهم ابداعات واختراعات مشاركين من سوريا ومن خارج سوريا، في مصر، في العراق، في ايران، بابداعاتهم واختراعاتهم. طبعا الهدف من المعرض هو عرض هذه المنتوجات، وهناك ايضا لجان تقييم وفي مسابقات خاصه للمخترعين يعني على هامش المعرض. طبعا اليوم نحن بنقول بانه سوريا تنتصر دائما بهذا القلق، 650 مشاركه، 650 مشروع مشاركين بهذا المعرض المهم جدا، وكان امبارحه الافتتاح الرسمي له وهو مستمر لنهايه المعرض. طبعا نحن اليوم الاختراعات هي اللي بتغير الوجه الحضاري لسوريا باتجاه انه هي تستمر يعني بالتطور مع ما احدث ما توصل اليه العلم. يعني امبارحه شفنا اجنحه لجميع المشاركين من جامعه حلب، جامعه دمشق، الوزارات اللي كان عندها بعض الاختراعات المشاركين فيها، هناك ايضا يعني المنظمات، الاشخاص، افراد، في كثير ناس مشاركين باجهزه وتقنيات وتطوير برامج ومستحضرات ومنتجات كثيره. الحقيقه يعني نحن بنقول بنشوف بعيون هالاشخاص امل بالمستقبل من خلال يعني هالابداعات والابتكارات اللي عم يشاركوا فيها، وهي فرصه طيبه جدا. يعني فعلا دائما السوريين يمكن مبدعين ودائما هيك بيعطونا الامل بافكارهم. دكتور حضرتك مشارك بسبع منتجات هي معك، خلينا نتعرف اكثر عليها. هلا هن سبع اختراعات، نحن في خمس براءات اختراع جديده شاركت فيهم لاول مره السنه. هي الفكرة الأساسية دائما من الاختراع نحن خلينا نحن نعرفها للمشاهد، هي إبداع طريقة جديدة. يجب أن يتوفر في الاختراع ثلاث عناصر ومقومات، العنصر الأول هو الابتكارية، العنصر الثاني هو الجدة، والعنصر الثالث هو قابلية التصنيع. دائما هذه العناصر حينما تتوفر في أي منتج أو طريقة عمل أو مكنة أو خلينا نقول برنامج، فهذا بيدل على انه هو يمتلك براءة اختراع. براءة الاختراع هذه طبعا بموجب القوانين السورية تحمى لمدة 20 سنة بمكرمة من السيد الرئيس بالتعديل المرسوم الأخير، من خلاله بيتم حماية حقوق المخترع خلال فترة 20 سنة شريطة استثمار هذا المستحضر أو هذا الاختراع المسجل. طبعا تسجيله بسوريا، ايضا سوريا عضو بالوايبو الدوليه، بيساعد في تسجيله في دول اخرى من خلال البي سي تي وغيره من نظم الحمايه الدوليه. نحن بالنسبه لنا يعني كمجال اعشاب طبيه هناك الكثير من الامكانيه في ابداع طرق جديده لتصنيع مستحضرات ويعني اليات عمل جديده من خلال التاثير المتآزر، ما نسميه بالسينرجيزم افكت، وهو التاثير الذي نحصل عليه من اضافه مركبات الى بعض البعض غير مستخدمه سابقا في هذا الاتجاه. طبعا طورنا فكره استخدام الكاكاو اللي هو يعني مشروب كثير منتشر وشعبي واللي شائع انه هو بيزيد الوزن باستخدامه، نحن طورنا استخدامه مع بعض النباتات ليصير له اثر منحف. الحقيقه الكاكاو يحتوي على حمض تريبتوفان، هو حمض اميني مهم جدا يساعدنا بموضوع يعني خلينا نقول المزاج بيكون جيد، بنفس الوقت بيساعد في عملية حرق وأكسدة الدهون، يحتوي على بعض الحموض الدسمة اللي نحن تعاملنا معها بطريقة يعني استطعنا أن نحصل على مركب يحتوي على ألياف وقشور، ويحتوي أيضا على مركبات مثل البوليسكرايد اللي هي بتساعدني على الإطراح الجيد والانتباج، فعل الامتلاء والانتباج. إذا هو مشروب نحصل على الطعم يعني المميز، يعني مشروب محبب عند الكثير، ونحن حولنا الفكرة يعني نحن حولناه لكاكاو منحف. يعني يصير نحن هو المشكلة دائما السيدة لما عم تمشي برجيم بتقول لك أنا بدي شوكولا،
نحن حققنا 2-1، أمنا المصدر الأساسي للشوكولا واللي هو مصدر هذا التريبتوفان اللي هو مصدر هرمون السعادة كما يقال، وبنفس الوقت نحن حصلنا على التأثيرات المحببة فيما يتعلق بموضوع ببطء ومكافحة البدانة والوزن الزائد. طبعا هذا واحد من الابداعات اللي قدمناها واللي حصلنا عليها براءة اختراع وشاركنا فيها في معرض بإيران بشيراز للابداع والاختراع العالمي. الموضوع الاخر اللي اشتغلنا عليه اللي هو فكره، هو وصفه سوريه حلبيه هي اسمها دقه الحمص، هي عباره عن استخدام الحمص المطحون المجفف. هذا الحمص يعني ممكن هو يكون بيئه او خلينا نقول عباره عن سواغ حامل، طعمه محبب جدا، تأثيراته يعني مفيدة جدا لضبط الوزن، فيه بروتين مهم وبنفس الوقت فيه يكون حامل. هاي الوصفة موجودة شعبيا ببعض المدن السورية، بيستخدموها بشكل محبب وهي عبارة عن وجبة سناك خفيفة. نحن طورناها لحتى ضفنا عليها أعشاب لتصير قابلة انه نحن نعتبرها هي وجبة، يعني لما الشخص بيشعر بالجوع بدل ما يفوت على وجبة ثقيلة بيقدر بياخذ وجبة دقة الحمص بالأعشاب السورية اللي بتساعدني بموضوع ضبط الوزن من خلال فعل الإملاء، وبالتالي لما بصير في تمدد حجمي للمعدة بتأثر على الشبع بشكل غير مباشر، يعني هي بتنبه الهيبوثالاموس مركز الشبع بالدماغ بدون ما تأثير مباشر وإنما تأثير تلقيم راجع، يعني امتلاء للمعدة بيحرض فعل الشبع لانه يعني بشكل طبيعي. عم تستثمروا المواد الطبيعيه السوريه الموجوده بايديكم. الوصفه السوريه محببه ونحن نقلناها للعالم بهذه الطريقه بعده نكهات، يعني هون هي المميزه. كمان اللي بيحب ياخذ تمام، بيحب ياخذ شيء فيه حر، اللي بيحب ياخذ فيه شيء فيه اكثر يعني مثلا مايل باتجاه الحمض او بيحب ياخذ شوي طعومات حريفه فينا نتحكم يعني يمكن دكتور نتعرف على الخلطات ووصفات الرجيم انه مو طيبه، لا يعني ما بتشجع مميزه بالطعم جدا. ما هون براءة الاختراع انه انت تقدري تحصلي على شيء محبب للشخص بدون ما يبذل مجهود او يشعر نفسه انه تغير حياته. يعني نحن اليوم اذا كان هو ممنوع من وجبه او هو بفتره من فترات، شو بيصير فينا بين الوجبات الرئيسيه هي الوجبات اللي بتسبب زياده الوزن. ليش؟ لانه هاي الوجبات هي وجبات يعني عارضه وغالبا بتكون مركبات مسببه للسمنه. فنحن اذا ضبطنا لهم امكانيه انهم ياخذوا شيء يملوا المعده ويشعروا بطعم محبب وبنفس الوقت ما يكون في عندهم تاثيرات جانبيه على زياده الوزن، هذا الامر بيعطينا نتائج كثير مهمه. طبعا الابداع الثالث اللي هو موضوع العسل، نحن استفدنا من بيئه العسل في يعني وضع بعض النباتات والزيوت العطريه المساعدة على موضوع الشبع وإطراح يعني اللين في الجسم وما يكون في عندي حالة تراكم دهون. طبعا هي كمان فكرة جديدة، نحن اليوم اللي عم نشتغل هي انه نحن نأمن لمن يقوم بعملية رجيم اكبر قدر ممكن من الوجبات المحببة، بمعنى انه هو ما يكون محروم وانما ياخذ المركبات اللي بتساعده على يعني الدايت تبعه بدون ما يكون متضايق هو انه انا ما عم باخذ شيء المطلوب. سابقا نحن كنا قاعدين بالزعتر اخذنا فيهم ميداليه ذهبيه بالصين، انتقلنا للكاكاو ودقه الحمص والعسل. هي المركبات الاربعه مع بعض البعض في امكانه الشخص ياخذها كوجبات. نحن اليوم عم نتوجه باتجاه انه يكون في بين ايدينا وجبات وليس ادويه كيميائيه يكون في لها تاثيرات جانبيه بالنسبه للبدانه، اما اليوم نحن البدانه المرضيه فهو امر اخر، نحن عم نتحدث اليوم عن بدانه جماليه، عن اشخاص حابين يعملوا سلوك حياه منتظم وجيد ويستفيدوا من هذه المركبات وخاصه على غناها بالاوميجا. اليوم العسل يحتوي بالمركب اللي نحن شاغلينه وعسل فاتمن يحتوي على مجموعه حموض دسمه غير مشبعه اللي هي بتساعدني مركبات اوميجا 3 و6 و9 من خلال المركبات اللي نحن ضايفينها ضمن الخلاصه. الابداع الرابع الخامس الحقيقه هو موضوع مستقل تماما له علاقه باصابه بسوريا انتشرت لفتره وهي الليشمانيا. اليوم اصابه الليشمانيا نحن مثل ما بنعرف كلياتنا هي اصابه كثير صعبه لانه معالجتها موضعيه وممكن تتواجد بمناطق حساسه بالوجه او بغير مناطق. في بعض الاماكن بسوريا تقريبا كان قبل الازمه انتهينا من هالاصابه، للاسف خلال الازمه بلشت ترجع الاصابه ببعض المناطق وصرنا نشوف حالات اصابه بالليشمانيا صعبه كثير، ليشمانيا جلديه عم نحكي. طبعا العلاج الكيميائي هو علاج ناجع عاده ولكن في بعض الاحيان بيصير في عندنا شيء بنسميه نحن يعني نكس على العلاج، ونحن توجهنا باتجاه هذه الحالات. قمنا طبعا بدراسه
تركيبة من مخلفات الفستق الحلبي. نحن الفستق الحلبي فيه له قشور، القشور الخارجية ما بنستخدمها بنهملها. نحن قدرنا نستخلص منها مركبات نضيفهم لكريم يمكن استخدامه موضعياً، وعطانا نتائج كثير مهمة. اعتمدنا نحن دراسة ل 425 مريض في مصابين بالليشمانيا الجلدية، وكانت نتائج كثير مبشرة الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أنا بتصور هذا نحن بس خلصنا استكملنا بنود الدراسة، نحن رح نعرضها كمان على الإعلام كيف نحن انتقلنا من حالة إصابة بالتآزر مع الدواء الكيميائي لحالة شفاء شبه تام، في بعض الأحيان بيكون تام. طبعا هذا الموضوع يعني مفيد لأنه نحن قشور الفستق الحلبي متوفرة بكثرة في سوريا، نبات سوري بامتياز، قدرنا نحن نستخلص منه هذه المركبات اللي هي بوليفينول وايضا الزيوت العطريه اللي موجوده في قشور الفستق الحلبي، في صبغ شجره الفستق الحلبي وفي الاوراق، وعملنا مقارنه كومبير بين هذه الانواع الثلاثه لحتى نشوف مين الاكثر دقه على الطفيلي. طبعا ممكن نطور الصيغه نحن لتصير امكانيه معالجه بعض الانتانات الجلديه والاكزيما ومشاكل حب الشباب يعني بالفستق الحلبي. يعني عده اختراعات تم طرحها اليوم بمعرض دمشق الدولي، لكل حدا حابب يتعرف على هالاختراعات ويمكن بهمه انه ينتقي من هالمستحضرات بيقدر يتوجه لجناحكم، جناح الابداع والاختراع. اليوم هالمعرض قديش شكل يمكن ملتقى للمبدعين والمخترعين ليقدموا بالفعل الفكر السوري والابداع والاختراع السوري؟ والله انا بقول لك دائما نحن يعني تشعري بالسعاده لما بتشوفي شباب، نحن امبارحه ضمن الجوله بالمعرض شفنا شباب يعني بعدهم بالجامعه، مشاريع تخرج سنه رابعه وخامسه، عاملين شيء مهم جدا فيما يتعلق بموضوع الاختراع. نحن في عندنا فكر سوري مهم جدا، يعني من جانب من الاختراعات هون مثلا البعض اشتغل على محاكاه الـ 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 يعني الـ الاشخاص اللي بيحكوا بالوما مشان يعني ينقلوها لحديث، قدر يعمل ابلكيشن يحوله من حركه يد الى صوت مسموع عن طريق الموبايل. يعني افكار كثيره يعني شغله مهمه كثير صراحه سوريين وشباب يعني وشباب يعني غني جدا زاخر بالمعلومات. نتمنى دعمهم، نتمنى نوصلهم يعني بعض الاحيان الاختراع ليتنفذ بيكلف كثير، فبده دعم جهات معينه تتبنى هذا الاختراع وتوصله للنور. حقيقه في افكار رائعه جدا وغير مطروقه سابقا، المهم عالميا ببنك المعلومات الدولي غير مطروقه سابقا، بمعنى انه هذه الافكار هي فريده يونيك جديده، ما انا منقوله ولا وما انا محرفه، وانما هي فكره جديده فكر فيها باحث سوري حول لها يعني شكل ممكن استخدامه. نتمنى من كل الجهات فعلا داعمه انه عن جد تكون معهم لهدول الشباب، توقف حدهم، تستثمر افكارهم، تتبنى افكارهم، تساعدهم لحتى يطلقوها بالاسواق، ولحتى فعلا نحن مو بس دائما نستورد هي الافكار، لا تصير نحن نصدرها للعالم. نحن بنتمنى التوفيق للجميع ولك دكتور. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. شكرا شكرا كثير لك دكتور شادي الخطيب، وموفقين بمعرضكم. الله يعطيك العافيه.